الهلال يلغي منصب مدير إدارة الكرة ويحول سامي الجابر مستشارا. والشباب يدعم صفوفه بكاماتشو وتيغان. ضابط إيقاع الأهلي المغادر يتعهد بالمساعدة في إحضار برازيلي جديد. وجماهير الهلال والاتحاد تشخص أحوال الناديين. اليابان تودع دوري أبطال آسيا والأندية السعودية الأقوى حضورا ب40%. والفتح يجدد لإلتون ويبعد الدوسري والشهراني. رابطة أندية الدرجة الأولى تعلن آلية المنافسة على الدوري ونكسة تصفيات المونديال تلقي بظلالها على الكرة السعودية. أنتم تتابعون برنامج كورة مع تركي العفا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كورة على قناة خليجية في موعدكم الثابت 11:30 الذي نناقش فيه أحداث الكرة السعودية. نبدأ كما اعتدتم بأخبار الشوط. أكد الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال إلغاء منصب مدير إدارة كرة القدم بعد تخلي سامي الجابر عنه، على اعتبار أنه يرى أن هذا المنصب من مهام المدير الفني الجديد الذي سيتعاقد معه النادي الفترة المقبلة، على أن يتم تعيين منسق إداري يتبع للمدير الفني الجديد. وقال رئيس الهلال في عدد من التغريدات على حسابه الشخصي في تويتر اليوم أن هذا الأمر لا يلغي حاجته الماسة لسامي الجابر وخبراته. وكان سامي الجابر قد أكد أنه لن يستمر في منصب مدير الكرة في نادي الهلال، معلنا عزمه دخول مجال التدريب بعد حصوله هذا العام على أعلى الشهادات التدريبية في عالم كرة القدم. وقد نشرت صحيفة الجزيرة خبرا يفيد برفض عدد من أعضاء الشرف فكرة تدريب الجابر للفريق الهلالي بعد اجتماع في منزل رئيس النادي أبدى فيه الجابر استعداده لتدريب الهلال. وقال الجابر إنه أبدى استعداده وثقته الكبيرة بتدريب الهلال على أن يستقطب فريق عمل عالمي ومتخصص يعمل معه، كونه يعرف جيدا مستوى الهلال وطموحات جماهيره ويملك القدرة بتعاون الجميع على تولي زمام الأمور الفنية في الهلال. ولكن بعض صناع القرار رأوا أن في ذلك بعضا من المخاطرة. وفي نهاية الاجتماع أوضح الجابر أنه لن يعود لمنصب مدير إدارة الكرة، كونه يفضل الاتجاه للعمل الفني في الفترة المقبلة. أفل نجم الكرة اليابانية عن دائرة التنافس في بطولة دوري أبطال آسيا 2012 بعد غياب جميع ممثليها عن دور ربع النهائي للمرة الخامسة في تاريخ البطولة الحديث. واكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية من دوري أبطال آسيا من غرب القارة وشرقها اليوم الأربعاء بعد وصول فريق أولسان هونداي الكوري الجنوبي وفريق وانغز هو صيني بعد تغلبهما على كاشيو روسيل الياباني وإفطوكيو الياباني تواريا. وبهذا تكون آمال الفرق اليابانية في الوصول إلى دور الثمانية قد انتهى، مكررين إخفاق أعوام 2004 و5 و6 و10 فيما لم تتجاوز الفرق اليابانية دور المجموعات في العام 2003 والذي عبرت الأندية المتأهلة إلى دور نصف النهائي عبر دور المجموعات. كما أسفرت نتائج غرب القارة عن ثبات الحضور السعودي كأقوى تواجد في الأدوار الإقصائية قبل النهائية، وذلك عبر ممثليها الثلاثة الهلال الاتحاد الأهلي، مشكلة بذلك نسبة 40% من الأندية المتأهلة إلى دور الثمانية، لينضموا للفرق الخمسة المتأهلة وهي سبهان الإيراني، أدلايد يونايتد الأسترالي، بنيوتكور الأوزبكي، غوان غزه الصيني، وأولسان هونداي الكوري الجنوبي. أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي عن آلية التقدم لكراسة شروط المنافسة على شراء حقوق رعاية دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم، وذلك برعاية دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم لمدة 3 مواسم رياضية مقبلة، والتي تعتبر أول خطوة في طريق التأهيل المنافسة على الثلاثة حقوق المنصوص عليها بالكراسة، وهي حق مسمى الراعي الرئيسي، حق مسمى راعي مشارك، حق مسمى راعي مشارك آخر. علما بأن خطوات التقدم للحصول على كراسة شروط المنافسة على شراء حقوق رعاية دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم هي بمثابة إجراءات رسمية ستحدد قبول عرض أو عروض أي جهة متنافسة من عدمها. وعليه أهابت رابطة دوري المحترفين السعودي للدرجة الأولى بجميع الجهات المتنافسة اتباع هذه الإجراءات لتجنب إقصاء أي عرض من التأهل للمنافسة، وهو الأمر الذي لا تتمناه الرابطة حسب بيانها اليوم. في خطوة مفاجئة اتفق نادي الشباب مع 2 من أبرز المحترفين الأجانب في الملاعب السعودية الموسم الماضي، وهما الأرجنتيني سباستيان تيغالي والبرازيلي مارسيلو كاماتشو حسب ما نشرته صحيفة جول أونلاين الإلكترونية اليوم، والتي أشارت إلى إنهاء إدارة نادي الشباب الاتفاق مع تيغالي
لاعب الاتفاق الذي انتهى عقده مؤخرا مع الفريق الشرقاوي لتوقيع عقد احترافي يلعب بموجبه الارجنتيني لصالح الشباب في الموسم المقبل، كما انهى النادي اتفاقه مع البرازيلي كاماتشو الذي رفض التجديد لناديه السابق الاهلي الاسبوع الماضي، وينتظر ان يعلن عن التوقيع رسميا مع اللاعبين الكبيرين اليومين المقبلين، حيث تم الاتفاق نهائيا على الامور الماديه. ومما يشار اليه ان تيغالي تالق كثيرا مع الاتفاق في حين اجاد كاماتشو مع الاهلي وهو الذي لعب للشباب وقبل ذلك للهلال موسمين، ثم انتقل الى الدوري القطري قبل ان يعود للشباب الموسم قبل الماضي. انهت اداره نادي الفتح صباح اليوم تجديد عقد لاعبها البرازيلي ايرتون خوزيه لموسمين مقبلين وسط تكتم شديد على الامور الماديه بعد حاله من الشد والجد بين الطرفين بسبب دخول العديد من الانديه الخليجيه والمحليه في المفاوضات. وياتي التجديد البرازيلي ايرتون بعد تقرير الجبال في نهايه هذا الموسم الذي اوصى بضروره التمديد البرازيلي خاصه وان الفريق بحاجه لصانع العاب، مؤكدا ان استمراره يتيح دعما فنيا للفريق نظير ما قدمه الموسم الماضي ومساهمته بايصال الفريق الى نصف نهائي كاس الابطال. من جانبها رفضت الاداره الفتحاويه مطالب لاعب المحور عبد الله الدوسري ولم تتوصل معه لاتفاق في التجديد رغم الموسم الناجح له مع الفريق، الا ان مبالغته في الامور الماديه جعلت اداره النادي تصرف النظر عنه حسب تصريحات ممثلي المفاوضات في اداره الفتح. كما قررت الاداره عدم التجديد لمحمد الشهراني الذي لم يقدم المستوى المأمول من حسب التقارير الفنيه. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا في بدايه الحلقه نرحب بضيفينا معنا في الاستوديو الاستاذ تركي السهلي الصحفي الرياضي المعروف والصحفي بصحيفه الشرق الاوسط. مساء الخير تركي. اهلا بك تركي وسعيد لظهوري مجددا في كوره. اهلا وسهلا فيك وتحيه عطره لك وللمشاهدين والمستمعين. شكرا جزيلا. معنا من جده عبر الاقمار الصناعيه محمد الغامدي الكاتب والناقد الرياضي المعروف. مساك الله بخير يا محمد. الله يمسيك بالخير والسرور وتحية طيبة ولضيفك الكريم أخوي تركي وأخوي تركي. والله حيك يعني لأول مرة بعيدا عن الاستديو، اشتقنا لك أخوي تركي. والله عاد شكلك في الاستديو عندنا أحسن، يعني أقرب وأكثر حميمية في الحوار. راح نبدأ مباشرة يعني قبل ما أتكلم عن الأخبار الرياضية اليوم، يعني الخبر الرئيسي اللي تتم تداوله في كل مكان خبر منصور بلوي وحسن جمجوم وجمال أبو عمارة وسليمان السحيم مع حفظ الألقاب للجميع، أنه تمت اليوم تبرئتهم من أحد القضايا الرأي العام. بالضبط إحنا ما راح نخوض في تفاصيل القضية لأنه ما أخذنا فيها سابقا، لكن إحنا نتكلم عن إمكانية عودة هذه الشخصيات للحراك الرياضي. إحنا نعرف أنهم مبتعدينهم ونعرف أنه الاتحاد يمر في مرحلة يحتاج فيها لتكاتف الجميع. منصور بلوي تحديدا يعني هو من أكثر الشخصيات اللي كان فيه حولها جدل طويل طويل قبل القضية وبعد القضية، وما كان أحد يعني حتى في الحديث في هذه في 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 موضوع القضية المنظورة ما كان أحد يقدر يعني يتكلم بتفاصيل إنه ما كان في معلومات لأنه كانت قضية منظورة. اليوم منصور يأخذ براءة ومعاه الشخصيات الاتحادية، فرح كبير في المدرج الاتحادي، أكيد فرح في عند أسرهم لأنه يعني بالتالي الواحد ما يحب أي أحد إلا كل خير. يعني عودة منصور بلوي أصبحت أقرب للاتحاد من أي وقت سابق تركي؟ أعتقد أنه مسألة عودة المجال الرياضي هي مسألة تتوقف على منصور البلوي نفسه. منصور البلوي على ما أظن سبق وأن أعلن اعتزاله المجال الرياضي وابتعاده عن المجال الرياضي بشكل كامل. على ما أظن أنه مسألة عودته إلى الاتحاد هي مسألة مرتبطة به شخصيا. انعاد منصور البلوي فبالتأكيد أنه عودة يعني ستضفي مزيد من الإثارة، مزيد من التشويق، مزيد من الحراك الرياضي. نعلم أن منصور البلوي كان طوال فترة وجوده في رئاسة الاتحاد ومن قبل أيضا عندما كان في إدارة الكرة كان رجلا فاعلا مؤثرا في الوسط الرياضي. عودة منصور البلوي بالتأكيد إذا عاد فهي ستضفي المزيد من محتاجها الاتحاد. أعتقد الاتحاد في الفترة الحالية لديه نوع من عدم الوضوح في الرؤية فيما يتعلق بعمل الإدارة الحالية. إدارة أتكلم على الاتحاد ككيان طبيعي. طبيعي مش إدارة بس طبيعي. محتاج منصور بكل تأكيد أظن ذلك. أنا أظن أن منصور يعني الأفعال التي قدمها الاتحاد بعيدا عن أي شيء آخر
الافعال التي قدمها من خلال جلب لاعبين، من خلال الدعم الكبير لنادي الاتحاد، الوصول به الى مراكز متقدمه جدا في اسيا والحصول على بطوله اسيا ومن ثم التمثيل العالمي، الى جانب جلب لاعبين الان هم مهمين في خارطه الفريق الاتحادي. اظن كل هذه المعطيات يعني تشير الى ان او تؤكد الى ان عوده منصور ووجوده في الكيان الاتحادي بالتاكيد انه امر ضروري. محمد، من خلال متابعتك انت للشان الاتحادي، تتوقع عوده منصور يعني تكون قريبه ولا ممكن نقول خلينا نقول ياخذ فتره نقاهه طويله بعد القضيه؟ اولا تهنئه ومبروك لابو ثامر انتهاء ظروفه البعيده عن الرياضه، واتمنى انها تكون ان شاء الله بدايه خير لعودته للمجال الرياضي والنادي الاتحاد تحديدا. اعتقد وحسب طبعا الانباء المتواتره كثيرا حول ابو ثامر انه مع انتهاء هذه الظروف سيعود بالتاكيد لنادي الاتحاد. الاتحاد محتاج شخصيه وقائد في الميدان مثل منصور البلوي، وحقيقة حجم الفرح في المدرج الاتحادي يعكس حجم الفراغ الموجود حاليا في نادي الاتحاد من أعضاء شرف، من فراغ حتى إداري، من عدم وضوح الرؤية. منصور مكسب لنادي الاتحاد عودته في هذه الفترة، حتى نفسيا على المستوى النفسي لكل البيت الاتحادي، أعضاء شرف، جماهير، إدارة، حتى أعتقد وحتى للوسط الرياضي. الوسط الرياضي يحتاج إلى عقليات كعقلية منصور البلوي وتعاملها مع الاحتراف، وهو الأكثر تأثيرا في الفترة الاتحادية والحقبة التاريخية الاتحادية الحالية. نادي الاتحاد لا يقوم في خلال تاريخه وينتفض كمارد ويغير التاريخ إلا مع شخصيات قيادية حصلت في بدايات تأسيس نادي الاتحاد مع حمزة فتيحي، تكررت في الستينات مع يوسف الطويل رحمه الله ورحم حمزة فتيحي، ومع المنقذ طلال بن منصور، والآن في هذه الفترة لا يوجد من هو يعني يدير فترة ما بعد منصور البلوي وبعد ابتعاده. فأعتقد أن الاتحاد يحتاجه كثيرا، ومبروك مرة أخرى لمنصور وأتمنى عودته لنادي الاتحاد. كيف شايف المستقبل الاتحادي بمنصور وبدون منصور يا محمد؟ والله الأوضاع الاتحادية جدا الآن غير واضحة الأمور، واضح أنه في مشاكل في المادة وفي مشاكل حتى في على مستوى الفكر. الموسم الماضي كان خلاصة المواسم الثلاثة الماضية وتراكم أخطاء والعديد من المشاكل يعني تركزت في هذا الموسم، استقالات، إقالات، عدم وضوح رؤية، تضارب في التصاريح، حتى في آخر مناسبة تضارب تصاريح بين رئيس النادي وبين المدرب وابتعاد المشرف العام. أعتقد حتى اقتراب منصور البلوي من الإدارة بخبرته أو بدعمه المادي أو بأي طريقة ممكن يغير شيء في البيت الاتحادي. البيت الاتحادي الآن بهذا الشكل مع عزوف أعضاء الشرف، وحتى الاجتماع الأخير لأعضاء الشرف كان عبارة عن مجرد رسائل وتنبيهات بدون وقفة مالية أو حتى حلول جذرية. الوضع الاتحادي والبيت الاتحادي يحتاج كثيرا لمثل منصور البلوي. طيب خلينا نشوف الخبر الثاني، أبدأ فيه معك. تركيا الأندية اليابانية تودع آسيا حضور قوي ب 40% من عدد الفرق المتأهلة، أربع فرق، ثلاث فرق سعودية، وفي تمثيل سعودي في كأس الاتحاد الآسيوي من نادي الاتفاق، تواجد قاري سعودي في هالمرحلة، أتمنى يستمر بس إنه موجود الآن. أولا هذا يعني مؤشر ممتاز، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تواصل الأندية الأهلي والهلال والاتحاد مشوارها في آسيا بعيدا، وهذا بالتأكيد يضيف نقاط أفضلية لصالح المقاعد السعودية في المستقبل. ووجود الأندية السعودية الثلاثة في الدور المقبل من دوري الأبطال هو مؤشر على قوة الدوري السعودي في الموسم الماضي، وأيضا مؤشر على أن الأندية السعودية باتت تتعامل مع الدوري. تركي دائما يربطوا هالموضوع، موضوع إذا تقدمنا آسيويا قالوا قوي الدوري، إذا ما تقدمنا آسيويا قالوا الدوري ضعيف. طب الاتحاد موجود في البطولة الآسيوية وفي الدوري ما كان بالشكل المقنع فنيا، يعني في ناس تقول لك انه لا يوجد اي علاقه في هالموضوع. الاتحاد لملم اوراقه اخيرا، واعتقد ان الاتحاد وفق كثيرا في كانيدا، وبالتالي كانت المساله مختلفه تماما. لا، عندما يكون لديك لاعب سعودي حيوي في موسم حيوي بالتاكيد انه سينعكس عليه في دوري اسيا.
بلا جدال انه العلاقه قد لا تكون مرتبطه تماما بشكل دقيق، لكن بكل تاكيد انه كل ما كان هناك دوري قوي فان المؤشرات على وجود حظوظ في الدوري في الدوريات الاسيويه او في الدوري الاسيوي بكل تاكيد انها اكبر واقوى. طيب قبل ما اروح اسال محمد عن نفس السؤال، اطلب من المشاهدين اللي يتابعونا الان اعطونا رايكم في السؤال اللي حطرحه الان على تويتر، وخلونا يعني نستعرض الراي ارائكم يعني على مدار الحلقه. في اراء تقول انه الراحه اللي راح يحصل عليها معظم اللاعبين، لانه في لعيبه راح يعني تستمر للاسف اجازتها قصيره، لكن معظم اللاعبين اللي اخذوا اجازه هالموسم راح يكون له اثر ايجابي على ادائهم الفني الموسم المقبل، وبالتالي احنا مقبلين على موسم قوي، اللاعبين اخذوا اجازه وارتاحوا فيها، وبالتالي راح يقدمون مستوى فني عالي. مقتنعين بهالكلام ولا لا؟ لانه اذا اخذنا بعين الاعتبار انه معظم اللاعبين راح ياخذوا اجازات عدا المشاركين في البطوله العربية. محمد، التمثيل الآسيوي في البطولة القارية، التمثيل السعودي في البطولة الآسيوية القارية، نقول تأهلنا الحمد لله، ولكن المرحلة القادمة مرحلة مختلفة تماما، ودائما هذه المشكلة تجي في الأدوار المتقدمة. الفرق السعودية تكون جاية من مرحلة إعداد، والفرق الأخرى تكون في أفضل مستويات أو في مراحل متقدمة في الدوري. أعتقد أنه المرحلة القادمة مرحلة مختلفة تماما. الأهلي قدم نفسه بشكل رائع هذا الموسم، الهلال أخيرا بدأ يعني يلملم أوراقه، ولكن ما بعد يعني ما بعد أخذ فترة راحة طويلة الأمور حتتغير، الاستعدادات، تغيير في اللاعبين، ممكن مدرب يطرأ حديثا، في الأمور تختلف بشكل كبير. لكن الحمد لله حتى الآن اللي تحقق لنا وصول 3 أندية سعودية أعتقد أنها يعني نقطة إيجابية، ولكن نادي الاتحاد لم يصل لهذه بسبب مستوياته الرائعة في البطولة. أنا أقدر أقول الاتحاد لم أوراقه أخيرا، وزي ما قال زميلي تركي، ووصل بفضل التركيز لهذه البطولة، بفضل يمكن تاريخه وراحته النفسية لبطولة مثل هذه البطولة. الأهلي ضرب بقوة في هذه البطولة، حتى في آخر مباراة كان خارجيا. أعتقد حتى سيكون إن شاء الله الحضور مشجع، ولكن حسب الاستعدادات اللي حنشوفها في الفترة القادمة. طيب اليوم كما تشوف يردوا على إدارة الأهلي، أسرتي أولا ثم مهنتي وأنا بالخدمة ما احتجتموني، هذه رسالة وجهها كماتشو للإدارة الأهلوية عبر فيها عن تقديره للفترة اللي قضاها في الأهلي، وصفها بتجربة فريدة في حياته المهنية، وأن الأهلي ومسؤوليه والعاملين به وزملائه المحترفون جعلوه يشعر بالسعادة والوضع المريح جدا لتطوير أدائه. هو يتأسف أسف شديد على استخدام هذا الخطاب لإفادتهم رسميا باستحالة استمراره مع النادي الأهلي في الموسم القادم، مرتديا زيه الرائع لظروف تخص أسرته. هذا رد رسمي على الإدارة الأهلوية، الإدارة الأهلوية قدمته للرأي العام يعني كنوع من أنواع الشفافية والوضوح مع الإعلام ومع الوسط الرياضي مع الجماهير الأهلوية، واللاعب يعني واضح امتنانه للفترة اللي قضاها في الفريق الأهلاوي اللي وصفها تجربة فريدة. تركي، بالتأكيد أنها كانت تجربة مهمة، وأنا متأكد أن الأهلي لن يتوقف على كاماتشو. كاماتشو كان ضمن مجموعة وكان ضمن فريق قدم مستوى لافت هذا الموسم. كاماتشو لاعب محترف وتنقل في دورياتنا في السعودية وفي الخليج، وبالتالي هو يعرف من أين تؤكل الكتف في عملية انتقاله وعملية استفادة المادية. والحقيقة أنه يعني المستوى الكبير الذي قدمه عمال أهلي جعله مطلبا أيضا لكافة الأندية سواء في السعودية أو في الخليج. لكن أعيد وأنا متأكد بإذن الله تعالى أن الأهلي لن يتوقف على كاماتشو، والأهلي قادر على التعويض أو جلب لاعب أفضل من كاماتشو بكثير. الأهلي لديه إدارة واعية وذكية وشابة، وهي قادرة على التعويض بكل تأكيد. الخطط البديلة في الأزمات، تقرير ماجد القحطاني وأحمد حسن. مع أن ما يلي طبيعي جدا أن يحدث لأي فريق كرة قدم في العالم، إلا أن فرقنا المحلية تتفاجأ لحظة وقوعه وكأنها كانت بمنأى عن مثل هذه الظروف. فاستقالة مدرب أو إصابة لاعب أو حتى أصغر ضائقة مالية قد تضيع مجهود موسم كامل لأحد الفرق هنا،
غياب الخطط البديلة في أغلب إدارات الأندية المحلية، والتي قد يقلل وجودها من آثار مثل هذه الأزمات، فيما لا يعني غيابها سوى أزمة جديدة قد تدخل النادي لغرفة الإنعاش مباشرة. انتهى موسم كان متخما بالأزمات العابرة لأغلب الأندية المحلية، فيما موسم آخر يطرق الأبواب. فهل تكون الخطط البديلة ضمن أجندة إدارات الكرة في أي من أنديتنا؟ لبرنامج كورة، ماجد القحطاني. محمد، الخطط البديلة في الأزمات. أولاً طبعاً لازم تكون أنت مستعد في البداية لتقديم فريقك للموسم الرياضي، فترة استعداد ولاعبين أساسيين وعلى الدكة، مدرب جيد، إدارة قوية للكرة، وأموال حاضرة للاستمرار في المنافسة. من وجهة نظر أنا أتذكر حتى الأستاذ طارق كيال بعد ظهور الأهلي بمظهر رائع وممتاز ومميز في هذا الموسم، وضح أنه إحنا عندنا ورشة عمل أو اجتماع أسبوعي، وفرقة كأنها فرقة طواري للإعداد، رغم أن الأمور كان يراها الجميع مميزة في النادي الأهلي، إلا أنه كان هناك فريق عمل يتعامل مع أي مسألة تطرأ بجدية ويتخذ القرار ليخرج الأهلي بهذه الصورة. حتى بعد خروجه نفسيا من بطولة الدوري بخسارة، عوض الأمر في كأس الأبطال بالتركيز وظهوره بنفس المستوى الرائع، وحتى الاستمرار في آسيا رغم ظروف مباراته خارج أرضه. أعتقد أنه لن تستطيع في أي حال من الأحوال أنك تتفادى، إلا إذا كان عندك مخزون من العمل طوال الموسم. تركي، أنا أعتقد أنه لابد من خطط مستقبلية قبل أن تكون هناك خطط بديلة. شاهدنا الحقيقة يعني في أندية اتضحت رؤيتها للمستقبل بشكل كبير، عقود طويلة المدى مع المدربين ومع الأجهزة الفنية والإدارية. مشكلة أنديتنا للأسف الكبير، أو مشكلة بعض رؤساء الأندية، ليس لديهم رؤية واضحة للمستقبل، عنده فترة آنية فقط، وبعضهم تكون فترة رئاسة مليئة بالتخبط، وبالتالي ينعكس ذلك على نتائج فريقه وعلى حتى وضع النادي برمته. أنا أعتقد أن الخطط المستقبلية تركي، ووضوح الرؤية في المستقبل، أهم بكثير من وجود الخطط البديلة. طب خلينا نستعرض إجابات المشاهدين. عمر الأحمد يقول بديهي تركي، أكيد مقتنعين. أبو فيصل الفريدي يقول أتوقع أن الإجازة مهمة للاعبين. أمير العتيبي يقول لما يعملون جدول يومي للاعبين يلتزموا به، يعني نظام غذائي. ما ماني عارف شو الاسم، خوزيه، اوكي طيب خوزيه يقول ما اظن، لان اللاعب السعودي مو مثل اللاعب الاجنبي، اللاعب اذا ارتاح يطيح مستواه، لازم يلعب تقريبا 5 مباريات إلى 7 عشان يتعدل المستوى. نايف ماني عارف اقرا الاسم، انا اشوف ان الموسم القادم سيكون موسم قوي جدا بحكم الراحه كما ذكرت، بالاضافه للتحضير المبكر. عادل الراجح يقول شيء أساسي لنظر مثل نواف العابد ما أخذ إجازة من 3 سنوات. راشد المثنى يقول يخوف إجازة اللاعبين تكون السهر والشيشة والدخان، الله يستر. فيصل السلماني يقول أتوقع موسم غير عادي الموسم القادم، نلاحظ ذلك بالتعاقدات الكبيرة، ولسه في آراء. نروح الفاصل، بعد الفاصل نعود لمواصلة الحديث في البرنامج.